يسعدنا ويشرفنا النهارده يكون معانا في المركز الاعلامي لابرشيه هولندا القبطيه الارثوذكسيه نيافه الحبر الجليل الانبس رابيون مطران لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي. سيدنا احنا مبسوطين جدا جدا واحنا بنشكر نيافتك. شكرا. ان نيافتك قبلت الدعوه دي واحنا هناخد بركه كبيره قوي النهارده سيدنا معاك. شكرا شك خالص. انا سعيد ان نلتقي بكم وفي بالمركز الاعلامي في الابرشيه، وده شيء جميل يعني الابرشيه تبقى فيها مركز اعلامي، دي خطوه جميله قوي. تعيش لينا سيدنا. شكرا خالص. سيدنا احنا حابين نتعرف اكتر عن نيافتك ونعرف برضو ابرشيه هولندا وبرضو كل الناس على اكتر عن نيافه الانبا سرابيان. سيدنا احنا نعرف ان نيافتك اترهبنت في دير الانبا بشوي في وادي النطرون. كنا حابين نعرف يا سيدنا ازاي نيافتك اخترت الدير ده وازاي تم الاختيار. هو انا بدات في ذهني فكر الرهبنه وانا في بدايه مرحله الثانوي، بس طبعا ما كنت انا في اسوان فما كنتش اعرف يعني زرتش اديوره قبل كده. انما من القراءات خاصه لما قرات في كتاب قصه الكنيسه القبطيه عن حياه القديس اثناسيوس وازاي ان هو رغم هو شخصيه عظيمه وعقليه فذة لكن كان دايما يفتخر بالفتره اللي تتلمس فيها للقديس الانبا انطونيوس، وان كان يفتخر ان كان يسكب الماء على يديه، ودي ادتني فكره عن يعني عظمه الرهبنه. دي كانت البدايه. لكن خدت فتره على بقى استقريت على دير الانبا بشوي، وكان الاساس فيه هو الاب الروحي، فانا كنت اؤمن ان الرهبنه هي تلمذه لاب روحي. فكان بحثي ليس هو عن دير معين ولكن كان عن اب روحي استريح له، لأن ده أساس الرهبنة. والفضل في هذا يرجع للمتنح الأنبا هيدرا اللي هو أرشدني إلى نيافة المتنح الأنبا سرابامون، فأنبا سرابامون كان مسؤول عن دير الأنبا بشوي، فبالتالي أنا يعني رحت دير الأنبا بشوي عشان أتتلمذ على يدي نيافة الأنبا سرابامون. وده سؤالنا التاني يا سيدنا، ايه الذكريات اللي تفتكرها عن يافطة الانبا سرابامون اسقف رئيس دير الانبا بشوي؟ انبا سرابامون طبعا كاب روحي يمتاز بالحكمه والصبر والهدوء، هو قليل الكلام لكن دايما تعبيراته او كلماته مؤثره وقويه، ولكن انا اكثر شيء يعني جذبني هو ايماني إن أعظم شيء أعطاه الله للإنسان هو الحرية، وطريقة الأنبا سرابامون إن هو يرشد ويوجه لكن يترك للشخص حرية. وده كان نظام في دير الأنبا بشوي، يعني لأن طبعا تختلف الأنظمة من دير إلى دير. وكان دايما يقول عبارة بسيطة، يقول اللي ما يجيش من نفسه سواء تعبان، يعني لو الواحد ما كانش هو مقتنع بالحاجة مهما عمل معاه أي حد أي شيء هيبقى تعبان معاه. صحيح. فكان هو مبدأه كده، يعني كان مبدأه ان يوجه ويرشد ولكن يريد ان الشخص يكون مقتنع باللي بيعمله. وانا اعتقد ان هذه الطريقة هي الطريقة المثلى في تنشئة شخصيات روحية قوية تستطيع ان هي تعيش حياة الرهبنة، سواء كان في يعني النظام، يعني طبعا في قواعد في الرهبنه معروفه طبعا، يعني الانسان بيمشي عليها، لكن ايضا ممكن الانسان بعد ما يترك الدير يعيش برضه حياه رهبانيه لانه مقتنع بفكره الرهبنه، فيعيش الرهبنه حتى ولو لم يكن في داخل في دير. فانا ادين بالفضل لي بهذه الطريقه التي أنا أعتبرها أنها كانت طريقة أنا استريحت ليها، وفي نفس الوقت يعني استفدت منها كثيرا، وظليت يعني هو أب اعترافي لحد نيحته، وأنه كنت دايما يعني أنا أذهب واستكشف لي، وكان يعني بيساعدني في حياتي روحية كثيرة. يعني أنا كان عندي 3 مرشدين أساسيين. قداسة البابا شنودة الثالث الله يحيي نفسه كان دايما باستمرار ان انا يعني استرشد برايهم من ساعه ما يعني بقيت في معرفه يعني شخصيه قويه. والمتناح الانبا هيدرا مطران اسوان، ان احنا انا من اسوان او نشات في اسوان، والانبا هيدرا، فكان الثلاثه دول
بالنسبة لي هم اللي بيقودوا فكري، ودايما أرجع ليهم باستمرار. ودايما أنا أنصح أن الشخص مهما كان في منصب ومهما تقدم به العمر أنه لازم يكون لي مرشد، الذين بين مرشد يسقطون مثل أوراق الخريف. صحيح يا سيد. فأنا أشكر ربنا أنه أعطاني يعني ثلاثة مرشدين عظماء، وأثق أنهم يصلوا لأجلي. طبعا أنا أفتقد وجودهم بعد نياحتهم، لكن أثق طبعا كل ما تعلمت منهم أجتهد أن أنا أنفذه، وأثق أنهم يصلوا لأجلي ولأجل الكنيسة كلها. هو في سؤال مش مكتوب، بس هل ممكن نسأل سيدنا مرشد نيافتك الحالي هو مين؟ أنا حاليا بأبحث عن أب اعتراف، لأنه يعني دي من ضمن المشاكل اللي هي الواحد بيواجهها، أن لما أب اعترافه بيتنيح. صحيح. فعشان خاطر يلاقي بعد سنين طويلة، يعني أنا لما بدأت أعترف وأنا تلميذ كان أب اعترافي هو القمص أرميا زكي الله يحفظه نفسه يعني. فطبعا استمريت معاه لحد ما ذهبت إلى الدير، أو منذ دخلت الدير سنة 79، فكان أب اعترافي الأنبا صربون. لما تنيح الأنبا صربون فأخذت أب اعتراف نيافة الأنبا هيدرا، وبعدين تنيح الأنبا هيدرا، فأنا يعني في مرحلة اختيار أب اعتراف، بس متخوف أختار حد الأحسن بعد كده يتنيح. هما بيروحوا ربنا في مكان جميل أحلى من مكاننا هنا سيدنا. طبعا فبقول يعني لكن يعني طبعا لازم الواحد يكون لي أب اعتراف، لكن طبعا بيسترشد بناس كتيرة في حياته. لكن طبعا أب الاعتراف ده شيء أساسي، الواحد لابد أن يكون لي أب اعتراف بيعترف عليه بانتظام يعني. شكرا سيدنا. نيافتك رفقت فترة كبيرة قوي مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، كنا حابين نعرف واتكلمنا على أحلى ذكريات قضيتها نيافتك معاه. هو طبعا هي يعني بالنسبة لتنيح البابا شنودة كانت في مراحل. يعني في أول مرحلة أنا ترهبنت في دير الأنبا بشوي، وطبعا أنا ما كنتش يعني راهب مشهور أو معروف يعني أحد الرهبان، لكن ربنا رتب حاجة يعني طبعا يعني حتى لو كانت فيها مؤلمة، أن البابا وقع وحصل كسر في رجله، فأنا بحكم أن أنا عندي خلفية طبية فروحت وابتديت أتابع مع علاجه، من هنا بدأت العلاقة الشخصية يعني عرفني كشخص يعني. فدي كانت فترة اللي هي الكلام ده حصل في سنة 80. كان قداسة البابا رسم مجموعة من الأباء لساقفة في عيد العنصرة سنة 80، وبعد كده كان جه فترة في الدير كان ابتدت العلاقة تتوتر مع رئيس السادات. فالبابا هو بيودع أحد الأباء لساقفة اللي كان ذاهب للتجليس، فهو بيرجع لورا يعني تعثرت قدمه فوقع، فقعد بقى يعني اتجبست رجله، فقعد فترة في الدير وبعد كده فترة علاج طبيعي. فدي كانت فترة كنت أنا بروح يعني أتابع، فكان بلاقي نفسي أن أنا يعني مع قداسة البابا لفترة طويلة، وأنا ما كنتش يعني أهتم بأخبار الدير ولا إيه اللي بيحصل في الدير، كان كنت أركز بس على الحاجة الخاصة بي. لكن كنت أحب القراية، فكنت أختار مجموعة من الأسئلة يعني، وإحنا قاعدين يعني مثلا العلاج الطبيعي ساعات بياخد وقت شوية. صحيح. فبيبقى في وقت يعني، فأنا أسأل سيدنا سؤال يجاوبني، طبعا سيدنا يعني أفضل من يجاوب، وكان بعد ما يخلص ياخدني في مكتبته اللي هو في الدير، عنده مكتبة في قليته برضو يدينش بعض الكتب أقراها. فكانت فترة تعليمية جميلة يعني. الفترة الثانية اللي هي فترة البابا لما بعد قرارة السادات اللي حصل فيها التحفظ، فدي فاحنا انا راهب في الدير، فاحنا كلنا اتحبسنا في الدير ومعانا قداسة البابا، وانا يعني كنت يعني قريب منه بحكم يعني مسؤوليتي الطبيه، كنت يعني اروح دايما مع سيدنا. فدي بقى كانت فتره يعني بالنسبه لنا كانت فتره جميله، كانت طبعا فتره متعبه للكنيسه كلها، لكن شفنا فيها يعني الشخصيه الحقيقيه لقداسة البابا، ان هو وقعد وسطينا كرهبان، وطبعا يعني كل الدولة كلها شفت شخصية الأب.
لا يعني دولة ضده كلها، دولة كلها ضده، وما نعرفش ايه اللي هيحصل، بالذات صحيح. مثلا شهر قبل ما السادات يتقتل. لكن شفنا ازاي انه فعلا انه ازاي الواحد ما يسمحش بالتجربة ان تخش جواه، الضيقة تخش جواه، ازاي كان يشيع جو من الفرح في السوق في الدير، ازاي ان هو يعمل عمل ايجابي، ان هو يستغل فترة وجوده في عمل في داخل الدير، سواء تعمير او زراعة او كتابة لما الامور تحسنت شوية. كمان ايضا كان فترة تعلم، لان كان سيدنا بحكم ان هو كان دايما يدي محاضرات، فكان بيدينا كل ليلة محاضرة، وكان بيدينا محاضرات لاهوتية ومذكرات. جميل. فانا اعتبر يعني دراستي الإكليريكية، انا ما دخلتش الإكليريكية كحاجة رسمية، لكن تعتبر الفترة دي هي دي الفترة اللي انا اتعلمت فيها بالمحاضرات قداسة البابا شنودة. والحقيقة كان طبعا بتمر علينا فترات صعبة جدا، لكن ده كان دايما هو يعني هادئ، واثق في ربنا، واثق في عمله. فدي كانت فترة ليها يعني مذاقها الخاص بركة. اللي فيها يعني الواحد اتعامل مع البابا، بقى يعني قعد معانا، وبقى فيش بقى يعني المشغوليات الكتيرة، وزي ما انت قلتي أب وسط أولاده يقف معهم. بعدين بقى جت فترة اللي هو لما أنا رحت خدمت في سويسرا، وبعدين اختارني في سويسرا الخدمات، فأنا يعني كنت مقيم في نفس السكن، يعني البابا خلاني أقيم في نفس المقر الباباوي، فكنت ألتقي بالبابا كتير. يعني كنا مثلا وقت الأكل بنتغدى، يعني بنيجي يعني أي لقاءات كده. يعني أنا طول العشر سنين دي ما قابلتش البابا في مكتبه، يعني دايما نتقابل يا اما على السلم، يا اما وقت الغداء، وقت العشاء كده يعني. وبعدين اختارني ان انا اسافر معاه في كل رحلاته، يعني كل رحلات قداسة البابا الخارجيه بعد عودته من الدير، لحد ما ذهبت الى لوس انجلوس كنت معاه فيها. اول رحله للبابا شنوده بعد ما طلع من بعد ما عودته من الدير، كان اول رحله يسافر فيها كانت سنه 88، واحنا فيها روسيا، كان احتفال بالالفيه. فبرضه يعني دي كانت يعني شفت فيها البابا هو ازاي بيتعامل مع الكنائس. طبعا دي كانت بقى عرفتني المهجر طبعا، يعني انا كنت في اسقيط الخدمات مسؤول عن العلاقات المسكونيه، فكنت اروح اجتماعات مسكونيه مجلس الكنائس الى اخره، لكن ما كانش ليا اتصال كبير بالكنائس القبطيه الا بس انا بزور بلد يعني اصلي. لكن زياراتي مع قداسة البابا خلتني بقى اعرف المهجر، لان البابا بيزور عن قرب طبعا، بنخش كنيسة البابا بيتكلم فيها، لو في مثلا مشكلات معينة موجودة بيعمل لقاء مع الكهنة، كل ده انا بحضره وبسمع طبعاً. يعني ماليش دور يعني طبعاً. انا بروح بس اشيل الشنطة يعني لكن كانت بالنسبة لي رحلات تعليمية، وفي نفس الوقت كان ساعات يكلفني بمشوار بعديها يعني متابعة حاجة يعني. لكن أثناء رحلة البابا طبعا هو اللي يعني قداسة البابا هو اللي بيقوم بالعمل، يعني احنا مجرد بنساعد. فلكن الواحد يعني بيشوف بيسمع طبعاً. وبيفهم وبيعرف، بالذات البابا كان يزور كتير المهجر، يعني كان كل سنة رحلة واثنين وثلاثة كان يطلع، ورحنا بقى فيها يعني أوروبا وأمريكا وأفريقيا وأستراليا وآسيا، يعني رحلات كثيرة كان البابا بيقوم بيها في هذه الزيارات. وخاصة أن بعد ما اختير أحد رؤساء مجلس الكنائس العالمي، فبقينا برضو بروح معاه في الاجتماعات بتاعت المجلس، ومنها بنزور الكنائس الأخرى، وبنزور طبعا الكنائس القبطية لو في كنيسة قبطية في البلد اللي احنا موجودين فيها. وكان من الحاجات المهمة اللي عند قداسة البابا هو موضوع الأسئلة ده. لما مثلا خش كنيسة طبعا بتبقى أسئلة قد كده موجودة، فمش هيجاوب على كل الأسئلة دي، لكن كان يطلب ان احنا ناخد الأسئلة يعني وناخدها ويجمعها ونقراها وهو يقراها، فكانت بتعرفه ايه الوضع في الكنيسة. صحيح. لان هو مش هيقدر يقابل بقى كل حد. لكن لما يخش مثلا كنيسة في بلد وبعدين يلاقي مثلا في كمية أسئلة كده على الترابيزة، فمثلا بيجاوب سؤال اتنين عشان الوقت طبعا، لكن ما بيسيبش الورق، بيقول اجمعوا الورق. فكنا نجمع احنا الورق، كنت اجمع انا الورق
وبعدين يعني يقول مثلا اقرا افرزه ساعات، وبعدين هو ياخده ساعات يقرا، فبيقدر بالطريقه السهله دي يعرف ان يعرف ايه اللي جول في الكنيسه دي. صحيح. يعني وساعات كان يقف مثلا يعني هو ما كانش يحب انه مجرد زياراته يعني حاجات يعني بروتوكوليه، يعني جاي كنيسه صلى قداس القوا كلمات، يعني البابا شنو ده كان يحب بقى يخش يسال مثلا طب عندكم مين امين مدارس الاحد، يقف عندك كم فصل، عندك كم، طبعا ساعات يتخض يقف كده وسط الناس بتسال اسئله زي كده، فيسال اسئله زي كده، وبعدين يبتدي يقول بقى يعني اهميه مدارس الاحد واهميه كذا، طب في الشباب فين الشباب وهكذا. فكانت الحقيقه كان يعني زياراته بتبقى كاشفه للاوضاع اللي موجوده في المهجر. وكنا في الطياره، البابا شنوده ما كانش ينام في الطياره، يعني رغم المسافات الطويله فما كانش ينام، وما كانش يحب ان هو يعني رغم ان احنا كنا بنسافر فيرست كلاس يعني، بس ما يحبش حتى ريكلاين الكرسي، يعني يتكسف ان هو مثلا يعمل كرسي كالسرير كده وبتاع يعني قدام الناس ونقول له ده اكل فكله كده، لكن هو لا. فكان يبقى قاعد كده يعني الاول مثلا يقرا يكتب، يكون مثلا وراه مقال ولا حاجه، اقصى حاجه مثلا هو مجرد نعمل الكوكس لورا شوية بس. وبعدين هيتعب يعني بعد شوية من المسافر 10 ساعات، يعني مش هيقعد يقرأ طول 10 ساعات، فهيعمل ايه نتكلم. صحيح. انا بقى قاعد جنبه فيبتدي مثلا نتكلم في موضوع يحكي، يعني انا حاجات كتيرة عرفتها عن الكنيسة وتاريخها من الحكايات اللي كان البابا شنودة يحكيها، لان انا قاعد بنتكلم يا سامي يحكي مثلا حاجات كتيره بنتونس زي ما تقول ونس في الطريق فنقعد بقى يعني بتبقى يعني حاجات، هو طبعا ما بيحبش يبص لا في تلفزيون ولا حاجات زي كده يعني في الطياره، فما فيش حاجه قدامنا غير الكلام يعني. صحيح. فكانت بالنسبه لي انا يعني رحلات جميله. ومن ضمن الحاجات برضو الجميلة في قداسة البابا إن مهما يكون تعبان لكن لما يجي وسط الناس تلاقي تجيله طاقة كده عجيبة. يعني أنا افتكر مرة كنا راكبين الطيارة وكان مسافة طويلة وكنا هننزل في بلد ترانزيت وبعدين هنكمل، فكنا لما ننزل ترانزيت في بلد يعني الاقباط اللي هناك بيبقوا مجهزين يعني ان البابا هيقعد مثلا فتره ترانزيت في مثلا في قاعه والناس تيجي تسلم عليه وتقعد معاه شويه وبعدين يكمل يعني. صحيح. فكان البابا يعني متعب جدا لدرجه انه يعني هو اقصى حاجه كان يميل كده بس يغفل كده حاجه بسيطه كده هو قاعد. فانا قلت يعني طب بس هننزل بس سيدنا هيقابل الناس ازاي والحاله اللي هو فيها دي. نزلنا لقيت البابا كأن ما فيش حاجة قاعد، طبعا انت عارفة بقى الناس جايين اللي بيسلم واللي بيسأل واللي عايز يتصور واللي يعني طبعا. لا واحد يمكن ما فيش فرصة يشوف البابا غير في زي كده يعني. أكيد طبعا يعني. وخدنا مثلا ساعتين ثلاثة وبعدين كملنا بقى في طيارة تانية مشوار طويل، دخل البابا نفس التعب. فأنا بسأله يعني فكان يقول طب إيه ذنب الناس؟ يعني الناس دي جاية تشوف البابا. ودي كانت برضو فترة التحفظ لما ابتدوا يسمحوا بالزوار، فكانت الناس جاية بقى هتشوف البابا محبوس. يعني حالته ايه؟ فكان هو يستقبل الناس يضحك معاهم يقول برضو يعني طب مشهور كان بنقول يعني كلمات لطيفة كده يوزع عليهم شوكولاتة، فالناس تطلع الله ده البابا كويس البابا مش عارف ايه. فهو كان يقول يعني هم الاقباط اللي جايين دول يشوفوا البابا. صحيح. هم جايين يطمنوا عندهم مشاكل ومتوترين هو هيعملوا ايه؟ صحيح. هيعملوا ايه؟ لو جم لقيوا البابا تعبان ومتضايق ومش عارف ايه هيرجعوا هيتعبوا اكتر. هيتعبوا طبعا. فكان دايما كده يعني فاكر ان مره جه احد الاباء الاسقفه كان يحب سيدنا جدا وكان اول مره يعني يشوفه يعني خدوا قاعد يبكي يعيط والبابا يعني فلان مش كده انا كويس وتاني يبكي يعني متاثر جدا نشوف البابا
يعني محبوس في الدير. صحيح سيدنا بديع، صحيح حاجة صعبة. صح. لكن هو اللي كان يطمن الناس، يعني كان هو طايقته كده، يعني يقول الناس ذنبها ايه. صحيح. يعني انا فكان يعني مع الناس دايما يحب ان هو الناس تطلع مطمئنة، تطلع مبسوطة، تطلع مستريحة. هو يقول احنا ربنا هو بقى تلات عبارات بتاعته، ربنا موجود ومسيرها تتحل كله للخير يعني. فيعني وبعدين جات الفترة اللي بعديها بعد أسبوع خامات لما أنا روحت لوس أنجلوس، طبعا ما بقتش يعني بيت أروح بقى زيارات، ويعني كنت دايما يعني أستشهد بقداسة البابا. ومن الحاجات الجميلة في البابا إن هو يعني دايما يهتم بالواحد. يعني أنا مثلا لما جيت أطلع خدمة في سويسرا يعني اهتم إن أنا هقعد إزاي وهعمل إيه. كان هو لسه في الدير في التحفظ يعني، بس كان سمحوا له يدير الكنيسة من الدير. فقال لي ما احنا ما نعطلش الخدمة، لا روح. بس انا انا قاعد معاك لحد، قال لا لا خلاص احنا ما نعطلش الخدمة روح. طب اعمل ايه؟ ده انا هتصل بيك ازاي؟ طب افرض ان احنا بقى، كان فكرتنا ان الناس في المهجر دول ناس متعبين جدا. فقال لي لا روح ما تخافش. طب افرض مثلا يعني عايز اخش مدرسة اتعلم لغة، ما قالوا لا. فراح اداني $1,000 اداني $1,000 وقال يعني روح، ولو احتجت لأي حاجة ديك معاك فلوس، ولو تعبت ترجع. فبتدي نوع من الطمأنينة طبعا والأبوة طبعا. في نفس الوقت لما انا روحت لوس انجلوس مثلا اسقف جديد وراح لوس أنجلوس، يعني دي أمريكا، لكن برضو اداني مثلا $20,000، لذلك أنا أذكر فيعني عايز أقول إن هو كان ليه لمسات كده جيد الواحد يحس بيها. بتمر الأيام ما بيبقاش المبلغ هو ده المهم، لكن المعنى بتبقى الأبوة والعتنة إن هو مهتم بيك. يعني ما يقولش ده مثلا ده راح سويسرا ده البلاد الفلوس. صحيح. ولا مثلا ده راح أمريكا. راح أمريكا، طب ده هم فدهم اللي يدفعوا. بالظبط. كان لذلك كان عنده دايما مبدأ إن الكنيسة في مصر هي الكنيسة الأم، هي اللي تدي مش هي اللي تاخد. يعني احنا لو أنت هتدفع يبقى أنت بتاخد بركة. يعني كان دايما يحب صورة الكنيسة. لذلك مثلا لما كان يسافر انا كنت اسافر معاه، وانا كنت اسقف الخدمات وقتها. فكنا احنا بنعمل مشروعات وبنحتاج لتبرعات، فكان يقول لي اثناء رحلتي لا تتكلم على اي تبرعات. فكنت اسافر معاه، اخلص الرحله ارجع قداسه البابا نرجع مصر، وبعدين اسافر انا تاني لوحدي عشان اتكلم على مشروعات اسقفيه الخدمات. لكن كانش يحب ان في رحلته يبقى في حديث عن عايزين ومحتاجين. وكان يحب كده، حتى مثلا ما كنا نيجي نعمل رحلة للشباب عشان يروح مصر، فطبعا بنعمل رحلة عشان يروحوا يخدموا في القرى والحتت دي. فمرة بنوريله البرنامج، يا سيدنا هيروحوا مش عارف فين وهنا، الله طب فين؟ بتوريهم كنيسة مثلا الزيتون، بتوريهم كنيسة كذا. ليه انتوا تدوهم صورة ان بس الكنيسة هي الحتت المحتاجة؟ لا. صحيح. الكنيسة القبطية فيها كمان كنائس وفيها كدرائيات وفيها وفيها، فيشوفوا دي ويشوفوا دي. صحيح صحيح سيدنا. فكان عنده يعني الحتة دي ان دايما يحب ان الكنيسة الام هي الام. هي اللي تدي. صحيح. لولادها مهما كان يعني زي مهما اي كانت محتاجة. ام يعني ابنها مهما كان يعني عنده، بس عنده امه لازم هي اللي توكله. هي صحيح سيدنا صحيح حقيقي.